ما الذي أوصل الحال إلى هذا الارتفاع الجنوني في شراء الأراضي؟ بسبب أنه في ظروف صعبة الآن نحن نعيشها، في ظروف الحرب هذه اللي نعيشها. بدي أوصل لك أن العقار يعني أصبح 3-in-1. العقار هو هيئة عقار، وهو إسكان، وهو تخطيط، وهو توثيق. يجب أن نعد فريق خاص بالرقابة والتفتيش على البناء. هذا الموضوع الأخ المحافظ قد وجه فيه. هل هناك في قانون ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؟ في قانون. هل يعمل بشيء؟ أيوة، ما يعمل بشيء. هناك مخططات غير معمدة من قبل الهيئة لكنها مختومة من قبل المحاكم، كيف تتعاملون معها؟ واحد من القضايا اللي بتخفف أو بتنزل أسعار البيع والشراء والمضاربة الآن في الأراضي هذا اللي تقوله أنت الآن. من الآخر يأتيكم في الأوقات التالية.